هذا طبعا عبد الملك معاه حبل وعقد والله يهديه، يحب التعقيد عبد الملك. انت عقدت تحب التعقيد؟ لا يحب عقد الحبل، والاستاذ كذلك تركي عقد الحبل. المطلوب نفك الحبل ونضعه وين؟ في هذه القارة. احنا قلنا بنعطيكم العاب منزليه سهله حتى ما يحتاج تشتروا تجهيزات لها، وانتم بالبيت حاولوا تعملوا لنا بعض الافكار البسيطه وترسلوها لنا. طيب الان خلاص تم الربط، اللي معنا عمر صح؟ يلا يا عمر، يفوز الازرق او الاحمر؟ الازرق. ما شاء الله عليك، انت شكلك عندك فراسه في القوه لانه اقوى عبد الملك. لكن عبد الملك عنده شغله بسيطه بعدين حقولها في نهايه الحلقه. طيب نبدا؟ يلا مطلوب الان فك الحبل. طبعا مين ربط؟ كل واحد ربط للثاني الحبل. طيب يلا عادي، خلينا الين يلا اسرع واحد. ترى فيه ناس والله يا جماعه ما يعرف يربط الحبل، السبب انه ما تعلم من الصغر قضيه الربط والفك. وطبعا الكشاف يعطونا ما شاء الله تبارك الله دورات جميله في ربط الحبل، العقده والمثلث والشغلات اللي كيف تربط مثلا الاغراض في السياره، اشياء رائعه جدا تعلمها في الكشاف. يلا شجع شجع يا عمر شجع، قول عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الملك. وحبيبكم مين؟ وحبيبكم مين؟ عبد الملك. يلا وتركي يفوز ان شاء الله. انا اشجع تركي، انا اشجع عبد الملك وانا اشجع تركي. يابس احمر، انا اشجع اللون نفس اللون. تركي عطني ثلاث اشياء باللون الاسود بسرعه. يلا عشان لو ما جبت ها؟ وشو؟ باذنجان. ايوه كفر سياره. روح في حاجه في العين، اهم حاجه حدقه. مين اللي ساعدك؟ الله يجزاه خير ويكثر خيره. اخوي. يا سلام، اخوك لو ما شاء الله هذا واضح ثقافته عاليه. طيب خلاص باقي اخر قطعه، باقي اخر جزء من الحبل عند عبد الملك. نشوف يا عبد الملك. ما يكفي. لا روح، لا يكفي يكفي يكفي، لا تقدر مع الضغط ما شاء الله يروح. اذا مين اللي فاز؟ علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.